بعد طول انتظار انطلقت أشغال عملية تصفية بعض شوارع وأزقة حي معمل السكر بمدينة زايو، والتي تندرج ضمن مشروع تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز. وتأتي هذه الخطوة من خلال العمل على تعبيد وتصفية مجموعة من الشوارع بالحي السالف ذكرها، والتي كانت تعاني ساكنتها من تدهور على مستوى بنيته التحتية. بداية شكرا زيو سيتي على هذه المواكبة. الحمد لله شاهدة كما كتشوفوا شاهدة حي معمل السكر، فرحة عارمة وبالضبط بالأحياء اللي كتشرعها عملية تصفيت بعض الشوارع اللي دام بعد الانتظار حوالي 3 سنوات، اللي كانت مشاكل بان كانت المقاوله الاولى ما قدرتش تكمل على المشروع على الصفقه، لان ما تقدرش المقاوله تخدم كما كنقولوا بالخسران، وجات المقاوله الثانيه وبادرت الاشغال الحمد لله. واي مواطن مغربي كيتمنى يخرج يتمنى يلقى بحال هذا الورش هذا. والحمد لله هنايا حي معمل السكر بعد الشوارع اللي غادي نضافوا في الشطر الثاني، وكنتمنى بالمواطنين يحافظوا على هذا الورش هذا بعدم تقطيع او وضع اللي ضوضان، وننبه ايضا السائقين سواء السيارات او الدراجات الناريه يحترموا السرعه المسموح بها داخل الحي السكني. انا تباشرت هنا في حي في الاخص الدائره 24 حي معمل السكر بصفه عامه 11 شارع، اما بالدائره 24 استفدت بستة شوارع، وكان الشطر الثاني اللي غادي يكون ان شاء الله. وما نساوش نشكروا الجماعه اللي صراحه كتقوم بواحد الدور، لان واحد الدور كتقوم به يعني في هذه السنوات الاخيره صراحه عما كنشوف انايا كتقوم واحد المجهود جبار. وايضا ما نساوش نشكروا انا بدوري كنشكر تقني الجماعه اللي هو السي العوني اللي كيقوم بواحد المجهود يعني واش غادي نقول لك، يعجز اللسان عن التعبير. المواكبة مستمرة بالأحياء المدينة، هو في حي معمل السكر، هو في بوزوف، هو في حي الجديد، هو يعني صراحة كيقوم بواحد المجهود جبار، وتحية لهذا الشخص هذا. ويندرج هذا التأهيل في إطار رؤية المجلس الجماعي لتهيئة الشوارع بالأحياء الناقصة التجهيز، واستمرارا في مشاريع تحسين جودة الخدمات الطرقية والرقي بمستوى البنيات التحتية بالمدينة.